الشيعة ومنزلة القرآن والسنة. ما انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. الرسالات خط سماوي رباني مبارك موصول. يعني الآن في رسول آخر. موصول. الآن في رسول آخر. أنا قلت خط. طب خط موجود في كتاب وسنة. كتاب وسنة. السنة لا تكفي لأن السنة متناقضة. شلون؟ السنة ضعيفة. شلون؟ والسنة فيها الموضوع. والسنة ضعيفة. لا تكفي. أنت عندكم. دعني أكمل. دعني أكمل. اللي يكمل بدون يعني اكمل السنة من دون تفسير لها صحيح جامدة. سنة جامدة. السنة ميتة. السنة فيها الموضوع وفيها المسلمون يسمعون ويسمعون ويسمعون. أقول واحد. أنه إذا كنا ندخل في هاي التفاصيل في تفسير التفاصيل الصحيحة. هنا تفسير القرآن لأن لا بد للقرآن وإلا لم لما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن عليا بالقرآن الكريم فيقول هذا القرآن الصامت وعلي هو القرآن النافع ويقول علي مع لا يحصل من الضوء أنه فتنة. أنا عندي أن قول التيجاني أشد من القول بالتحريف الذي يقول إن القرآن فتنة وأنه لا يعصم من الضلالة لا هو ولا السنة. هذا القول أشد من القول بالتحريف. والله لو قال بالتحريف لكان أهون من هذا القول الذي يقوله الآن. الله تبارك وتعالى هل تستطيع الآن نعم. أمام المشاهدين نعم. لحظة أن تستظهر بآية واحدة من كتاب الله تقول هذا عماد الدين الإمامة ومع ذلك في الكتاب الله تعالى فيه أمر الدين وفيه أمر الميراث وفيه أمر الهمز اللمز وفيه أمر كيف تناجي الرسول وكيف تفسر للمشاهدين أنه لا توجد. يقولون لك هذا قال عثمان الخميس جوهر كلامه قال لك ما يدحض كلامك كله أنك لا تستطيع الاستشهاد بنص قرآني واحد قاطعي الورود قطعية الدلالة في أمر علي. أجبت على هذا. كيف هل تقول أجبت على هذا من أول ليلة والمشاهدين سمعوا ذلك. قلت بأن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. نحن نستنبط وقلت وهذا ما عابه علي الخميس أنا قال تيجاني يقول القرآن فتنة. لا أنا قلت أن القرآن فيه آيات مخفية لا يعلمها إلا الله ورازقنا في العلم. ما قلت وأكررها يا مسلمين ما قلت بأن القرآن فتنة هذا أيضا كذب. أنا قلت قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون والكاسات مسجلة. أنا قلت راه ربما اسم علي حبس ربي ما حبش يركه لأن بشفت الناس في هالموضوع بالذات. ما قلت القرآن فتنة هذا كذب. أنا لست كذاب كما يدعي هو الكذاب. قال عيب انك تتفيه بالكذب كل اي قلت كذاب اثبتنا عندي انا كذب قلت لك انت كذاب اثبتنا انا كذاب لا كن مؤدبا انت كذاب كن مؤدبا وعلى طيب. وهنا التيجان يقول لم اقل ان القران فتنه ساسمعك اياها بصوتك. يقول البخاري اخرج ومسلم حكمه الله سبحانه وتعالى جعلت من القرآن الكريم فتنة للمسلمين وكما قال في بعض الآيات فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا ليس معناه أن الله